يا نانسي. ايه يا بيبي؟ حرام عليك، هموت من الجوع. معلش والله يا بيبي، خلاص حاضر يعني على طول، ثواني والاكل هيكون جاهز. دي عاشر مره تقولي ثواني يا حبيبتي. معلش معلش معلش. مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ طارق عبد العليم؟ انا طارق عبد العليم. العشاء بتاعكم جاهز يا فندم. العشاء بتاعنا احنا؟ اسمح لنا نخش ونفهم حضرتك كل حاجه. اتفضل. يا نانسي عندنا ضيوف. مين؟ ضيوف مين؟ ايه ده؟ انت عامل لي مفاجأة وعمال تستعجلني وكده ولا ايه الشغل؟ مفاجأة ايه؟ ده مرسته بثلاث شهور، ايه ده؟ امال ايه مين اللي عامل كده؟ ده اوبن بوفيه. اسألهم انا جعان. استنى ده احلى عشاء اتعشيته من زمان قوي. والله يا فندم انا لغايه دلوقتي مش مصدق نفسي، حضرتك بتتعشى معايا؟ لا وكمان في بيتي؟ ده انا حاسس ان انا بحلم والله. مبالغ جوزك قوي يا مدام نانسي. لا والله يا فندم، ده حضرتك انا كمان حاسه ان انا شكلي عبيط قوي من كتر ما انا فاتحه بقي ومش مصدقه. الحكايه بسيطه، المفروض اني اعزم جوزك على العشاء كمان يومين ثلاثه لانه فاز في المسابقه اللي كنت عاملها، بس طقت في دماغي اني اتعشى معاكم هنا في بيتكم. شفتوا سهله ازاي؟ سهله لدرجه انها اصلا ما تدخلش العقل. علشان كده ما عرفتوش تاكلوا، قاعدين محرجين وبتتفرجوا عليا. بالنسبه لموضوع الاكل ده، ده انا مش قادره اتنفس من كتر الاكل، ولا ايه يا نانسي؟ ايوه بقى، مرت ان طبقك زي ما هو. مبالغه قوي. مراتك صريحه مش مجامله زيك يا باشمهندس. بعد اذن حضرتك الباب. معلش دربكت لكم عشكم الصغير. لا 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 والله ابدا يا فندم، ده حضرتك يعني منورنا والله. ده يعني احنا من كتر ما احنا مش مصدقين هنحكي القصه دي لاولادنا واحفادنا ويمكن ما يصدقوهاش كمان. فندم معلش كده، في حاجه حصلت بس مش عارف اقولها لحضرتك ازاي. يعني عربيه حضرتك يعني سد الطريق، فالجيران بيقولوا حد يطلعها يعني، بس انا عرفتهم دي عربيه حضرتك يعني. السواق انا خليته يروح علشان اقعد معاكم براحتي. طيب خد يا طارق، وسع لهم الطريق. ايه ما تعرفش تسوق؟ لا يا فندم بعرف اسوق طبعا، بس الصراحه دي اول مره اسوق عربيه فيها اي درايف يعني. طب يلا يلا قبل الناس ما يطلعوا يضربونا. بعد اذن حضرتك يا فندم. اوعي تكوني ما بتحبيش المفاجآت، اصل انا بعشقها. لا طبعا يا فندم، بس دي السوبر مفاجأة بصراحة. يعني النهاردة طارق يفوز بالمسابقة اللي اتقدمت النهاردة، وحضرتك تيجي تعزمه على العشاء النهاردة برضو، يا سبحان الله مش ممكن. معاك حق، هي وسعت شوية، بس أنا كنت مستعجل أشوفك. نعم؟ بقول إن أنا عملت المسابقة والعشاء وكل الحاجات دي علشان أشوفك وممكن أعمل حاجات أكتر.